تفضلي، اهلا بحضرتك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم الدكتور؟ طبعا سامع اتفضلي. حضرتك. لو سمحت يا دكتوره، بنتي اصلا كانت حامل، وبعدين جه الضغط ارتفع في الحمل، تمام. ايوه وبعدين الدكتور اصلا اداها العلاج، فات يومين اتنين وقال لها بطل علاج الضغط. جت قبل الولاده بيوم الضغط ارتفع جدا، تمام فالمهم حولها على المستشفى ولدت. تمام بعد ما ولدت لقيت جسمها انتفخ بطريقه غريبه، تمام فوديتها لدكتور باطنه وكلى هنا، فقال لي لازم تعمل عينه كلى. تمام وديتها لواحد تاني قال لي نفس الكلام، تمام وكتبوا لها على تحاليل كتير جدا عملتها. وبعدين ما عملناش احنا العينه، تخوفنا من اجراء العينه، فخدناها ورحنا بها القاهره لدكتور هناك، تمام فقال لا العينه ملهاش لازمه. وبرضه عرضناها في اسكندريه، قال العينه ملهاش لازمه، دي نتيجه تسمم حمل بالظبط وارتفاع نسبه التسمم، بالظبط فالتسمم ده بالظبط هيقعد لغايه مده سنه صح كده. وتاخد العلاج بتاعها. هقول طيب لحضرتك حاضر، حاجة. هنجاوبك. شكرا تمام شكرا تمام لحضرتك. تمام دي حاجة مهمة جدا على فكرة. الموضوع اللي هي سألت فيه الأستاذة صفاء ده مهم جدا. احنا عندنا جزء كبير من أمراض الكلى له علاقة بالحمل والولادة، يعني التسمم الحمل ده حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وعادة بنلاحظ ده في النص الثاني من الحمل، يعني بداية من نهايات الشهر الرابع أو بداية الشهر الخامس. تمام، عادة التسمم الحمل يا بيظهر دكتور بيبدأ من الشهر الرابع أو الخامس، بالظبط بس كده. إيه هو تسمم الحمل يا تسمم دكتور؟ الحمل ده بيبقى عبارة عن أعراض بتخص الكلى لها علاقة بوضع الحمل، في تغيرات فسيولوجية كتير جدا ربنا بيخلقها مع الحمل، بيحصل فيها ان كل حاجة تبقى مخففة، الجسم كأنه في حالة تخفيف لكل حاجة، الدم بيبقى مخفف، الكلى نفسها بتعمل بطريقة كبيرة لان هي بتخدم الترشيح مش بس بتاع الام، ده الام والبيبي اللي بيتكون، وبالتالي وظائفها بتزيد قوي، فقرايات وظائف الكلى بالنسبة لنا بتقل. تمام، كل البارامترز اللي احنا او التحاليل الكيميائية او اللي موجودة في المعمل بتقل تماما في الحمل، وبيبقى لها حسابات مختلفة في الحامل عن غير الحامل. تمام، كمان قرايات الضغط المقبولة في الحمل بتبقى مختلفة، تعامل الحامل معاملة خاصة جدا. تسمم الحمل بيظهر في طريقتين، مرحلة بري إكلامسيا يعني مرحلة ما قبل التسمم، ودي بتظهر في الصورة اللي موجودة عندها البسيطة اللي هي ارتفاع في ضغط الدم، وساعتها احنا الاوبشنز بتاعتنا او الحلول بتاعتنا في الوضع اللي زي ده ان احنا نظبط الضغط المرأة الحامل ونشوفها مور فريكوينت، يعني دكتور ساعتها دكتور البطنة او دكتور استشاري البطنة او الكلى مع الدكتور بتاعها بتاع النساء بيبقوا متابعينها بطريقة يعني مور فريكوينت، يعني بيشوفها مثلا كل اسبوعين مثلا في الاول، وبعد كده يبقى لها زيارة دورية كل اسبوعين ثلاثة يتشك على ضغطها. تمام، لان كمان فرصنا في يعني دكتور كل ما ظبطنا الضغط بالتالي كل ما كان هنقدر الامان. نسيطر على هي قالت حاجه مهمه او مشكله. جدا، قالت حاجه مهمه جدا انها خدت دواء الضغط لمده يومين ثلاثه وبعدين وبعد وقفته. كده وقفته. تمام، ادويه الضغط كمان الانواع الاصناف اللي مقبوله اثناء الحمل ولا تؤثر سلبا على الجنين مش كتير، يعني عندنا ماده اسمها لابيتولول وماده تانية اسمها الفا ميثايل دوبا وشكرا، الاثنين بس دول. بس كل الحاجات التانية لها كلاس سي مثلا او كلاس بي ما نقدرش نديها في الحمل. تمام، فالفكره ان تظبيط الضغط في الوقت ده ومتابعه من اول مره اكتشف فيها الضغط العالي، بنبدا نعمل وظائف كلى، بنبدا نعمل تحليل بول، بنبدا نعمل نسبه زلال في البول، بنبدا نعمل نسبه نقرس في الدم. الاربع حاجات دول هما علامات الاكلامسيا بقى البري اكلامسيا اللي هي مرحله ما قبل التسمم، هتتطور وتعمل مرحله تسمم ولا لا. نرجع بس للسيده المتصله اللي قبليها دكتور، اللي هي المتصله دلوقتي بقى اللي بنتها تعمل ايه؟ يعني في ناس الفكره يقول لها بقى اعملي لا 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 التحليل، خالص في انا ناس هقول يقول لها لحضرتك دلوقتي. طبعا احنا عندنا مشاكل اللي تخص الكلى في اثناء الحمل، سواء تسمم الحمل سواء بضغط او بسكر، بس خلينا في الضغط الاول لان احنا وصلنا لمرحله ما قبل الإكلامسيا اللي هي بري إكلامسيا، وبعدين بنتكلم في الإكلامسيا اللي هي تسمم الحمل الأساسي بصورته الكاملة بقى، إن ممكن الضغط العالي ده يخلي وظائف الكلى بتاعتها تبقى عالية جدا ومرتفعة، بس ده بيبقى بصورة حادة مش بصورة مزمنة. تمام،
وغالبا لا مع مراعاه الضغط ومع وبعد الولاده الموضوع بيبدا يبقى ريفرسبل، يعني الموضوع لوحده بيرجع بيبدا تاني يتصلح. يتحسن خصوصا مع المتابعه وتظبيط الضغط والكلام ده كله. بلس ان هي محتاجه زي ما اتقال لها كده تعمل تحاليل المناعيه، دي حاجه، تعمل حاجه اسمها قلب من كرياتين ريشيو كل شهر انها تحدد نسبه الزلال في البول. تمام. عاده الوضع ده احنا بنتوقع انه يتحسن بعد سنه، وفي ناس بيطول معاها الموضوع شويه بعد سنتين، بس عاده بيرجع. بس لازم متابعه، لازم متابعه خلال السنه دي، متابعه قويه جدا، مهمة جدا، الى ان وظائف الكلى بتاعتها تبقى كويسه. خصوصا انها قالت ان في تورم، وده معناها ان في زلال في البول، فلازم النسبه تفضل تنزل بتظبيط الضغط طبعا كويس قوي لغايه ما ان شاء الله توصل لقرايات كويسه.